هذا سائل يقول: ما حكم نشوز المرأة؟ وإذا لم ينفع الهجر هل تفارق؟ نشوز المرأة هو ترفعها على زوجها من النشز ومن نشز الأرض وهو المرتفع، فإذا ارتفعت عليه في أخلاقها وآدابها وعصت أوامره فقد نشزت، وإذا منعت حقه عليها فهذا هو النشوز. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذا أول شيء يعالج بالموعظة، واهجروهن في المضاجع، هذا الحالة الثانية وهو الإعراض عنها في المضجع، قيل لا ينام معها وقيل ينام معها ولا يلتفت إليها، واضربوهن، هذا العلاج الأخير. والضرب غير المبرح، المراد الضرب غير المبرح، فالزوج يضرب زوجته إذا نشزت وأبت أن تبذل له حقه عليها، فله أن يعالجها بهذه الخطوات: الموعظة، الهجر في المضجع، آخر شيء الضرب، لكنه يكون ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يشق جلدا، ويحصل به التأديب. نعم.